حياتهم بركع وشركم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ امور هانيه؟ كي دايرين مع شي سيدنا رمضان؟ كاين شي شقه؟ كاين شي تماره؟ كاين شي شهيوات؟ والاهم هي العباده. يعني ماذا بنا نغتنموا في هذا الشهر الكريم الفرصه ونتقربوا من الله عز وجل اكثر، ونصلي ونقراو الورد القران ونسبحو، واهم حاجه هي نبلعو فمنا. احنا عارفين الانسان ملي كنتلاقاو مع بعضياتنا كنبقاو تي 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 ما كاين اللي غيهلكنا قد فمنا. المهم على بركه الله اليوم غنديرو فيديو جديد، غادي نحضر معكم واحد الفطيره كتجي لذيذه بزاف وهائله، والمنظر ديالها كيجي رائع، كتجي على شكل ورده. باش نصايبو هاد الفطيره المالحه غادي نحتاجو حشوه، غادي نستعمل فيها بصله مشلضه، غادي نستعمل جوج جزرات او خيزو محكوكين، غادي نستعمل فلفله حمراء ممكن نعوضوها بالخضراء او الصفراء، وغنحتاج كميه من الكفته، يعني الكفته كتبقى اختياريه، ممكن نديرو صدر الدجاج، ممكن نعوضوه غير بالطونه، ممكن نستغناو كاع ما نديروش. معدنوس والتوابل، انا استعملت هنايا نص معلقه صغيره ديال الفلفل الاسود او الابزار، استعملت كذلك معلقه صغيره ديال السكينجبير ومعلقه صغيره ديال الخرقوم، وبطبيعه الحال الملح. دابا نبداو على بركه الله، غادي ناخذ المقله وغادي نشحروا هذه المكونات كاملين، غنديروا الزيت النباتيه، غادي نديروا البصله، بصله كبيره مشلضه، غادي نضيفوا الفلفل الاحمر. انا كندير كلشي المكونات مره واحده، راهم كيتشحروا كنربحوا حتى الوقت في نفس الوقت، حتى الوقت في نفس الوقت. شوف التهدير، ما تديوش عليا، راكو عارفين الصيام شويه راني عيانه. كنضيفوا جوج جزرات محكوكين او خزويات يكونوا كبار، يعني بما ان رمضان ماشي بقاو عطينها هي اللحم، نغتنموا الفرصه وناكلوا حتى الخضر والفواكه ضروري، يعني هكا باش يكون الجسم ديالنا صحي. ويعني بما ان كنديروا هاد المملحات يعني نديروا فيهم الخضر، راه ما كيبانوش، ممكن نديروا حتى القرعه او الكوسه، يعني راه كيجيو زوينين وما كيبانش الطعم ديالهم. غادي نضيف الملح وصافي، غادي نرد كلشي فوق البوطه حتى يتشحر ويعني وينزل هذا الخليط ويبان انه صافي قرب طاب، عاد نزيدوا عليه مكونات الاخرين. انا غنديه يتشحر ومن بعد نتلاقاو. دابا من بعد ما تشحرت هذه المكونات كي كتشوفوا نزلت، غادي نضيفوا لها المعدنوس، وغادي نضيفوا كميه ديال الكفته او اللحم المفروم، يعني غير كميه قليله. كي قلت لكم ممكن تستبدلوه بصدر الدجاج، ممكن تستبدلوه غير بالطون، كما انا ممكن نستغناو عليه. وغادي نضيفوا التوابل، انا درت معلقه صغيره ديال السكينجبير، نصف معلقه ديال الابزار او الفلفل الاسود، ومعلقه صغيره ديال الخرقوم. انا كنحاول هكا يعني باش ما تنزلش الملح، ونصدقوا شي ما درنا. صافي دابا غادي نرد المكونات كامله تشحر فوق البوطه، ويعني ونخليها تبرد باش هكا نبداو نعمرو بها. هذه هي الحشوه، من بعد ما طابت صافي كنديروها في شي طبسي باش تبرد، باش هكا يعني ملي نكونو كنعمرو بها ما تقطع ليناش العجين. ودابا غادي ندوزو باش نحضرو العجين، غادي نحتاجو 500 غرام ديال الفورص، دقيق الفورص اي ما يعادل نصف كيلو، نحتاجو معلقه صغيره ديال السكر سنيده، معلقه صغيره ديال الملح، ربع معلقه صغيره ديال خميره الخبز، وكذلك غادي نحتاجو الماء دافئ باش نعجنو. نعاود يعني المكونات، غادي نحتاجو 500 غرام دقيق الفورص او ما يعادل نصف كيلو ديال الدقيق الفورص، نحتاجو معلقه صغيره ديال السكر سنيده او السكر حبيبات، ومعلقه صغيره ديال الملح، وكذلك يعني ربع معلقه صغيره ديال خميره الخبز والماء دافئ للعجن. غادي نعجنوا العجينه مزيان، يعني خاصها تدلك مزيان، غادي ندلكوها المده ديال 10 دقائق. ها هو الشكل ديالها كي كتشوفوا، خاصها يعني تكون مدلوكه مزيان وتكون بحال الشكل ديال العجين ديال اللي كنحضروا بليه المسمن. وصافي انا غادي نشكلها يعني هكا، وغادي نقسمها على كويرات، انا غادي نحاول نشكل منها 8 ديال الكويرات، يكونوا ديال الكرات عفوا، يكونوا متساويين. ومن بعد صافي غادي نشكلهم وندهنهم بالزيت ونخليهم يرتاحوا واحد، يعني نغطيهم بغطاء بلاستيكي ونخليهم يرتاحوا مده 4 ساعة،
ومن بعد نتلاقاو باش نكملو. هذا هو الشكل ديال الكرات، غادي نخليهم يرتاحوا كي قلت لكم ونكملو يعني الطريقه ديال التحضير. تمام، بعد ما خلينا يعني العجينه ارتاحت واحد 15 دقيقه غير باش كتطلق، كناخذوا شويه ديال الزيت وصافي كنبقاو نسرحوا يعني في العجين، نطلقوها مزيان ونرقوها ما امكن، يعني كل ما خليناه يستريح اكثر كل ما العجين انه يعني كيعاوننا انه يتطلق بسهوله. انا المهم غادي نستمر، غادي نطلق العجين بهذه الطريقه، يعني كنضيفوا الزيت وكنبقاو نسرحوا، كلشي راه كيعرف الطريقه، حتى نحصلوا على عجين يكون رقيق بزاف ومن بعد نتلاقاو باش نكملوا الطريقه مع بعضياتنا. دابا كي كتشوفوا يعني من بعد ما رقينا العجينه مزيان غادي ناخذوا الحشوه وغادي نديروها بشكل طولي على هذه الطريقه، على هذا الشكل كي كتشوفوا، باش هكا دابا غادي نبداو نشكلوا يعني الفطائر على شكل وريضه، كنكحزو هكا الجال مزيان وصافي كنبداو يعني نغطيو هذيك الحشوه على هذا الشكل، وغادي نبداو نلويو بهذه الطريقه. ندهنو عفوا، انا قبل نسيت ندهن يعني هكا العجين بالزيت، ندهنوه بالزيت، اللي عزيز عليه الزبده ممكن يستعمل الزبده، انا كنفضل الزيت يعني داكشي كيبقى اختياري، حتى بالزيت راهم كيجيو مقرمشين كيجيو زوينين بزاف. صافي غادي نستمر، غادي نلويه هكا على شكل رولي على هاد الطريقه، وغادي نخليه يرتاح وندوزو باش يعني نبسطو عجينه اخرى، يعني غادي نديرو هاد الطريقه حتى نكملو الكميه كامله، غادي نبقاو نبسطو ونروليو ونخليهم يرتاحوا حتى نساليو الكميه كامله، وعاد نرجعو ناخدو يعني الشريط الاول اللي صايبنا او الرولي الاول، ويعني عاد نشكلو به وريضه. ها نتوما كتشوفوا دابا العجين يعني ملي كنخليوها ترتاح كتبقى تسرح معنا بكل سهوله، كي كنقولوا حنا بالدارجه كتعطينا الطوع، ورقوها ما امكن باش هكا يعني كتجي محمره، عفوا كتجي مقرمشه. صافي انا غادي نكمل يعني نسرح العجين وندير نفس الطريقه. دابا من بعد ما انتهينا من الكميه كامله كناخذوا يعني الشريط الاول، انا غنكحز هادو هنا وكنجبدوه على هذا الشكل كي كتشوفوا، كنحيدوا دوك الزوائد اللي كيكونوا معجن خاليين او فارغين هكا، وصافي غادي ناخذوا نديروا بحال هذا الشكل يعني وحده فوق وحده، وغنبقاو ناخذوا الشريط من الاسفل ونطلعوه من الفوق من الاسفل على هذا الشكل، وناخذوا الشريط الثاني كذلك من الاسفل ويعني ونطلعوه من الفوق على هذا الشكل هذا باش نشكلو يعني بحال وريضه. انا غنصايب وحده اخرى معكم باش تشوفوا يعني يبان لكم الشكل واضح اكثر. غادي ناخذوا هذا الشريط اللي صايبنا او الرولي وغادي نجبدوه من الوسط على هذه الطريقه، وصافي كي قلت لكم كنجيو كان يعني هنايا خص يكون شويه رقيق الوسط، صافي كنجيو كنحطو يعني على هذا الشكل، وكنبقاو نجيبو الشريط من تحت ونلفوه من الفوق على هذه الطريقه هذه، كناخدو الشريط الثاني بنفس الطريقه كنحشيوه في وسط الدائره وكنخرجوه وكنزيدو نحشيوه من هذا الجنب وكنخرجوه على هذا الشكل، كنحصلو على وريضه. انا نزيد نصايب معكم وحده اخرى يعني باش تمكنوا من الطريقه اكثر، كناخذوا الشريط او الرولي وكنجبدوه من الوسط يعني على داك الشيء كنخليوه يرتاح باش هكا كيجينا ساهل ملي كنبغيو يعني هكا نجبدوه، صافي كنديروا دائره هكا على هذا الشكل
وكناخذوا هذا الشريط من الاسفل وكنطلعوه من الفوق بنفس الطريقه. كنجيو الشريط الثاني كندخل بحال اللي كنبقاو ندخلوهم في وسط الدائره على هذا الشكل هذا، يعني نحاولوا دوك الزوائد ديما نديرهم في الاسفل باش هكا الوريضه ملي تكون كطيب ما تفتحش. صافي انا غادي نكمل يعني هاد الشرائط ومن بعد نتلاقاو. كناخذ البيض وكندير فيه شويه ديال صلصه السوجا باش كيعطينا داك اللون مذهب زويون، وصافي كندهنوا الفطائر. ممكن نزينوهم من الفوق باي حاجه بغينا، كما اننا ممكن نخليوهم غير عاديين. صافي انا غادي نستمر ندهن يعني الكميه كامله اللي عندي ديال الفطائر بهذه الطريقه، ومن بعد صافي نديرهم في الفرن على يعني الفرن يكون سخون مزيان، ومن بعد نقصوا لهم النار تكون متوسطه ونخليوهم يطيبوا مزيان حتى يبانوا لنا انهم طابوا وتحمروا ويعني يكتسبوا داك اللون الذهبي، ونقدمهم بالصحه والراحه. انا هنا غادي نزينهم بالزيتون الاسود، غادي ندير زيتونه يعني هكا في الوسط. نتوما ممكن ديروا كما انه يعني ممكن تستغناو على هذه المرحله. صافي انا نكمل كلشي ونديرهم في الفرن من بعد نتلاقاو باش نشوفوا الشكل النهائي. وهذا هو الشكل النهائي ديال الفطائر او المملحات اللي شكلنا اليوم على شكل ورده. راهم كيجيو زوينين بزاف والمنظر ديالهم كيجي رائع وكيجيو راقيين، وكذلك المذاق يعني روعه. غير جربوهم راهم كيجيو غزالين بزاف، ويعني لما لا نزينوا بهم المائده الرمضانيه وهكا في الايام العاديه نديروهم الكوتي، ودابا نديروهم في رمضان راهم كيجيو غزالين بزاف يعني، وبحشوه اقتصاديه ما فيهاش شي مكونات كثار، وكيجيو مقرمشين ومذهبين. ها نتوما كي كتشوفوا يعني راهم مقرمشين وفي نفس الوقت رطب يعني بجوج. انا غادي نحاول نقطع يعني باش تشوفوا كي كيجيو من الداخل. كي قلت لكم سمعوا القرمشه، يعني كنصور بيد وكنحاول انني نهز بيد. هانتوما راه كيجيو مقرمشين، هانتوما سمعوا الصوت كيجيو لذاذ بزاف. كنتمنى تجربوهم، واللي اول مره كيشاهد القناه وباقي ما اشتركش يشترك معايا في قناتي عالم المراه مع سوسو، ودعموني بلي جيم وبارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم. الى فيديو مقبل ان شاء الله.